هنعمل مع بعض صينيه رقاق البلدي باللحمه المفرومه. هنا جبت الطاسه زي ما انتم شايفين. اول حاجه هنعملها هنعصج اللحمه. جبت الطاسه وهنا طلعت قطعتين لحمه كده من الفريزر، فرمتهم وحطيتهم في التلاجة ايه يتسمجوا شويه. طبعا اللحمه فرموها، فرم عليها حتتين كده ايه من السمين. هبتدي كده ان انا ايه اديها تشميعه، تشميعه ايه، اديها تشويحه في معلقه الزيت دي. الشكل اللي انتوا شايفينه ده شوحت اللحمة. بعد كده هنزل عليها بالبصلة، بصلتين كده حلوين قطعيهم. انا عامة بحب البصلة كتيرة في العصاب، يعني بحب يبقى البصل اكتر من اللحمة. وطبعا دي حاجة ترجع لذوقكم انتوا، شوفوا انتوا بتحبوا البصل اكتر بتحبوا اللحمة اكتر، على حسب ما انتوا ما بتكونوا حابين الاكل اللي بتعملوه. فانا عامة بحب البصلة تكون اكتر من اللحمة. فمقطعة كده ايه بصلتين حلوين. وطبعا الحلة دي حاطة فيها الشوربة اللي هشتغل بيها في صينية الرقاق بتاعتي. وفي ناس برضو بتعمل صينية الرقاق بالسمنة بس، مش بالسمنة واللحمة، بتبقى بتحط ما بين كل طبقة وطبقة كده، يعني بتعمل رقاق رقاق وبتدهنها سمنة. بس اهم حاجة قبل ده كله بتكون مسقيها في الشوربة طبعا، وتعمل رق تاني وتدهنه سمنة ورق تاني وتدهنه سمنة لحد ما بتخلصي الكمية اللي انت عاوزاها، وبتدخليها الفرن. وبتيجي عندي ما بتبتدي ان هي تحس ان هي اتحمرت من الجناب، تقومي قلباها من الصينية، تقلبيها تخليها تاخد ايه تشويحة على الوش التاني بنفس ايه بنفس الطريقة، بتكون جميلة جدا. كده حابة بقى انك تحطي فلفل حطي، مش حابة دي حاجة برضو ترجعلك. انا هحط كده ايه قرنين فلفل بلدي مش رومي للعصاب. ممكن تحطي فلفل الوان لو عايزه، العصاب بيبقى متاح ان انت تحطي فيه اي نوع خضار انت عايزاه، بازلاء، فاصوليا، جزر. بصوا العصاب بياخد كل حاجه، طماطم. بس الكلام ده بقى الطماطم دي بقى العصاج اللحمه العصاج المكرونه البشاميل المكرونه الطاجن، لكن عصاب اسمه ايه الرقاق مش عايز طماطم. ممكن بس احط له معلقه كده من الصلصه اغمق لونه، وفي نفس الوقت يديني طعم كده مسكر حلو.
قطعنا الفلفل زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ايه، عايزه اقول لكم لسه ما بهرتش ولا عملت اي حاجه، اقسم بالله الريحه خارجه عليا جميله جدا. هبتدي بقى ان انا ايه ابهر فلفل اسود. ملح. معلقة صغيرة كده بهارات مشكل. نص مكعب من مرق اللحمة. بيودي الصراحة المعصب بتاعنا ده في حتة ثانية خالص. فص كده من الثوم، ممكن تهرسيه وممكن تقطعيه. معلقة صلصة صغيرة. هنغطي بقى عليها وهسيبها حوالي 10 دقايق كده والنار واطية عليها تستوي بقى ايه على مهلها. اول حاجة هعملها هجيب كده معلقة سمنة حلوة ادهن بيها الصينية اللي مفروض هعمل فيها الرقاق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي اول حاجة هركنها بقى هنا كده. وهاجي بقى هنا جبت الحلة حطيت فيها الشوربة، هسمي الله وابتدي ان انا اسقي الرقاق بالشوربة بالطريقة دي. طبعا العصاج على النار، فعلى بال ما هخلص تسقيه الرقاق هيكون ايه، هيكون العصاج بتاعي خلص اهو كده. اهو كده. وهقوم فرديها بالصينية في الشكل ده اهو. اديتها مسحة بسيطة خالص من السمنة. وهعمل نفس الكلام في الرقاقية التانية، وهي دي اهو كده. برضو دهنة من السمنة، يعني هي الفرشة بس بتبقى مبلولة من السمنة كده وانا ايه بقوم مسحة بيها. طبعا بيرجع لكمية الطبقات اللي انت بتحبيها، انا بحب طبقات الرقاق تكون كثيرة، فهحط في كل ايه في كل طبقة 4. في ناس بتحط 2، في ناس بتحط 3، انا هحط 4.
هنا رحت جايبة الرقاق، طبعا خلصته، وهقلب اللحمة اللي انا ايه اللي انا عصبتها. الصينية بالشكل ده كده، اهي هجيب بقى بقيه الرقات. الشكل ده كده. اهم حاجة تكوني مولعة الفرن، الفرن بتاعك يكون متولع كده وعالي، لان الرقاق مش هياخد وقت. تمام، هنا كده حطيت اتنين، دي قصدي التانية. لو حسيت ان الرقاية كبيرة ممكن تكسري منها حتة وتظبطيها كده. كده مع التسوية كل ده هي ايه هيرجع يلحم في بعضه تاني بالشكل ده كده. عايزه اقول لك بقى مسحه السمنه دي بتودي الرقاقه في حته تانية خالص. الرقاقة بتاعتي خلصت زي ما انتم شايفين. هجيب بقى ايه، هدهن الوش بقى، دي ادهن الوش دهنة تمام، يعني الوش بقى تبقى الدهنة بتاعته كويسة، لان انا هدهنها سمنة مش هدهنها بيض. في ناس بتحب تدهن وش الرقاق بيض، لا انا ما بحبش ريحته في الاكل الصراحة، يعني ولا البشاميل ولا الرقاق ولا الحاجات دي كلها. دهنت الوش كده وهدخلها الفرن وهتطلع جميلة جدا ان شاء الله.